إن شاء الله بعد غد ستشهد تونس عرس انتخابي استثنائي على مستوى عربي وعلى مستوى إفريقي في انتخابات استثنائية، خاصة في وجود 26 مترشح للانتخابات في تجربة سبقتها، تجربة زادة كيف نموذجية على مستوى المناظرات اللي صارت في الإعلام التونسي، أول تجربة تصير على مستوى المناظرات في المنابر العربية بين المترشحين، وكانت بالحق صورة جيدة جدا للمرحلة اللي وصلتها تونس على مستوى الانتقال الديمقراطي وعلى مستوى اختيار من يرأسهم. تواش نمر للعرس هذايا ما نجمش ينجح من لا شيء، أكيد تم أطراف ستسهر على نجاح العرس هذايا والتأمين العرس هذايا، وأكثر العناصر المؤثرة أبار ليزي اللي هي الهيئة المستقلة للانتخابات أكيد ستكون المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، كل جهاز وكل هيكل عنده الدور متاعه، والدور متاعه يوضح القانون بتبيع في الإطار هذايا. أكيد احنا كي نحكوا على المؤسسة الأمنية ودورها في نجاح العرس الانتخابي هو دور مهم ودور تعديلي ودور لا يقل تماما على المراقبين متاع ليزي أو غير ليزي، على خاطر بلاش توفير الأمن العام للمسار الانتخابي ما يصير حتى شيء، وهذايا يلزموا أسس ويلزموا صفات وخاصيات للمؤسسة الأمنية، وأهم خاصية هي الحياد، وهي اللي يلزم يكون الأمني على مسافة من الجميع، من جميع المترشحين، يكون زادة كيف النافذ للقانون يتدخل وقت يلزمه يتدخل، العمل متاعه بتبيع وهذا ينظم القانون ليس داخل المكاتب الاقتراع بل في محيط مكاتب الاقتراع، هو ساهر على تأمين تقريبا الأمن والسلامة في المحيط الخارجي لمكاتب الاقتراع، ويدخل في المكاتب الاقتراع إلا بإذن أو طلب من الهيئة المستقلة، هي تطلب من الأمن التدخل إذا صار إشكال يتجاوزها ويتطلب حضور الأمن، بقى الأمن هو ساهر من تقريبا هو العرس يبدأ نهار لحد. المؤسسة الأمنية راهي عندها أيامات كما قلت شهور لتأمين العرس هذايا، ناس منتشرة بارتو، معناها باش تجي أنت تقترع لمدة ثواني راهو ثم خدمة كبيرة برشا قاعدة تخدمها على مستوى المؤسسة الأمنية باش تجي تقترع بحرية وبديمقراطية، معناها باش نوفر لك الأرض هذايا، ثم مجهود كبير برشا قاعدين يقوموا به أعوان الأمن بمختلف أسلاكهم وقطاعاتهم، وهذايا بالحق أثبت الأمني علو الكعب متاعه واحترافية كبيرة برشا في المسارات الانتخابية السابقة، وكان بالحق معناها شمعة مضيئة للانتخابات، خاطر ما لقينا حتى تجاوز في تجاوز السلطة أو في الخروج على الحياد متاعها، تقريبا المؤسسة الأمنية منضبطة وتعرف المهام والمشمولات متاعها وقامت بدور راقي وممتاز، وما زلت يلزمها تقوم بالدور هذايا، يلزمها تبقى على مسافة. صحيح ثم إرهاق كبير برشا للمؤسسة في الإطار هذايا، ناس تقريبا 48 ساعة مجندة باش تأمن المسار الانتخابي، شكونوا متواجدين بارتو، نداء كرابطة احنا وطني الأمن والمواطنة، راهو العرس هذايا ما ينجم ينجح ويعطي صورة جميلة إلا
ما تكون المشهد مزيان، بعيد على العنف، بعيد على الفوضى، بعيد على كذا. وهذا دور المؤسسة الأمنية مهم برشا في الإطار هذايا. وإحنا عنا ثقة في الأمنيين اللي يكون سلوكهم سلوك راقي وسلوك يشرف تونس في المسار هذايا. وديجا أكدوا هذايا حتى المراقبين على مستوى الدول اللي هي جات راقبت الانتخابات السابقة، أكدوا للمؤسسة الأمنية كان دورها كبير وكبير برشا، وكان دور مشرف ويرتقي للدول المتقدمة والدول الراقية معنا. هذا فيما يخص المؤسسة الأمنية. ومن ثم نحيي زملائنا من المؤسسة العسكرية، هم السهرين على تقريبا كل ما هو الصندوق الانتخابي. معناها المؤسسة العسكرية واخذة معناها الباركور تاع الصندوق الانتخابي من الانطلاق نتاعو إلى وصوله إلى إعادته إلى تأمينه. معناها ثم مسار كامل يصير هذايا بطبيعة باش تصير الأمور بشفافية وتصير في نطاق معناها ما يضمنه القانون. أكيد زملائنا العسكريين عندهم دور في الإطار هذايا، ودور يتكامل مع الدور متاع المؤسسة الأمنية. وبهكا بالأجهزة هذوما الاثنين، بالأجهزة اللي هي يسنها القانون كما تمكك الهيئة المستقلة أو المراقبون اللي هو دور المجتمع المدني. يعني احنا شو نحكي على دور المجتمع المدني، بصفتي أنا أحد رؤساء الجمعيات اللي تكون موجودة إن شاء الله في العرس الانتخابي هذايا، دور مهم ودور رقابي بامتياز. معناها العين الحارسة على نجاح الانتخابات وشفافية متاحة وعلى احترام القوانين والضوابط هو المجتمع المدني. عندنا عديد الجمعيات اختارت في التوجه هذايا باش تكون موجودة عن قرب، ترفع كل الإخلالات للهيئة، وش تكون هي النقطة الفاصلة بين أي تجاوز للسلطة أو أي تأثير على نتائج الانتخابات أو على الناخب بصفة عامة. وهذايا الدور المتكامل نشوفه احنا، ثم مجتمع مدني، ثم مؤسسة بتاع دولة كما المؤسسة الأمنية والعسكرية، ثم كيف هيئات وطنية، وهكايا الناس كل تساهم في العرس هذايا، والعرس هذايا يساهموا فيه المواطنين زادا كيف خاطر المواطنين يلزم درجة من الوعي اللي الانتخاب هو واجب وطني، واحترام معناها الديمقراطية، ديمقراطية الناخبين زادا كيف هذايا من مشمولات، وهذه رسالة لكل مواطنين. ثم صندوق هو الشيء يحكم في الآخر، نخلوا الاختيار بدون ضغط وبدون استعمال أي أساليب أخرى، نخلوا الشعب هو اللي يختار من سيحكمه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.